حج بيت الله الحرام وهو ركن ركين من أركان الإسلام، وقال بكفره من قال بكفره مانع من الممتنع من الزكاة، والجمهور على أنه على خطر عظيم وإن كان لا يكفر، والنصوص والوعيد الشديد على من ترك الحج، كما في قوله جل وعلا ولله حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، وجاء في الآثار عن عمر وغيره أنه بعث إلى الأمصار أن ينظروا من كانت له جدة يعني مال وقدرة واستطاعة فلم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالأركان هذه شأنها عظيم وخطرها جليل جسيم، فعلى الإنسان يخشى الله واتقيه ولا يلقى الله وقد فرط في ركن من أركان الإسلام، وأي بناء فقد منه ركن تهدم باقيه، البناء لا يقوم إلا على أركان، إذا انهدم ركن منه وجانبه الأقوى تهدم باقيه. ولذا يختلف الأمر بين من ترك ركنا ومن ترك واجبا، الواجب إن كان يأثم بتركه إلا أنه يبقى معه أصل الدين وأنه مسلم وأنه لا يخرج بذلك من الإسلام، إلا على قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. المقصود أن الحج إلى بيت الله الحرام شأنه عظيم، والتفريط فيه لا شك أنه من أظهر أنواع الخذلان،